أشكرك دكتور باسم طبعاً على العرض الوافي العربي بالتشريح النقدي ودعمه للرواية، وهو تشريح معنى كلمة تشريح يعني. أشكر الأستاذ أسامة رياض عرض النقاط المهمة، والأستاذ الدكتور هندي إدارتها بالندوة، لكن أنا كنت عايز أقول حاجة بس صغيرة. لأن أنا لما قعدت أكتب على طه حسين وأخدت قرار كتابة على طه حسين ما خدتهاش من فراغ، يعني ما صبحتش من النوم وقلت انا بكره اكتب عن طه حسين. وده على فكره ما حصلش في اي روايه من الروايات بتاعتي. كل اعمالي اللي بكتبها احس ان في دافع ليها بيدفعني. دافعني اني اكتب عن طه حسين كل اللي قريته فيه من سباب. وللاسف من اساتذه ومن ناس اجلاء وناس بعتبرهم شخصيات عامه. شخصيات عامه. ويمكن حتى العقاد برضه تعرض لطه حسين في كتير منهم، لكن اللي حفزني اكتر ان حسيت ان الراجل ده فكر متحرر، يعني فكر نادرا ما حد يبقى زيه، ما تكررش في التاريخ المصري. فلازم انا اشير للمناطق العبقريه فيه. لفت نظري ازاي هو تغلب على العاهه بتاعته وبقى قرر انه يخرج من الشرنقه اللي فيها. ده في حد ذاته اعجاز. تعلمه اللغه الفرنسيه، تركه للازهر والاتجاه، يكون اول حاصل على الدكتوراه في مصر. ده برضه اعجاز. اقتراره بسوزان ونفكر فيه قوي، دي عمليه في منتهى الخطورة، وكان ممكن هذا الزواج لا يوفق عليه لولا ان هو كان عنده تصميم ان المعيشه لازم تمشي، وان هو شاف فيها العيون اللي كان بيقول انت العيون لك يا رابع. وبالتالي كانت نقطه الضعف بتاع حسين قصته مع سوزان، ودي يمكن اللي خلاني اقرر اكتر ان اقرا كتاب سوزان. معك. سوزان كتبت كتابة عن طه حسين بعد 3 سنين من وفاته. يعني ما كتبتهوش هو معاه. وبالتالي كمية الرومانسية فيه عالية جدا. تفتكر له كل اللحظات الكويسة. لكن ما تفتكرش لحظات النكد اللي بتحصل لزوجي كأي زوجين متزوجين. فالكتاب بتاع سوزان أنا في رأيي إن أحسن كتاب أدب نسائي اتعمل. بغض النظر عن كل الكتابات النسائيه اللي قريتها. لسبب ان ده تقديس لرجل هو زوجها، تقديس لفكره الحياه الزوجيه، وضع نقاط معايير ثابته لسبل انها تعيش معاه بطريقه دي. طلعت ايه في حياتها وجنبت ايه واحتاجت لايه؟ قوه ارادتها عشان تظل على مسيحيتها وهي في بلد اسلامي. ده يعكس حاجتين، تنوير طه حسين من قبل اللي هتقعد معاه بالطريقه دي، واللي بيعايروه على كده كتير. يعني لو واحد متواجدنا في الصعيد اتجوز واحده من القاهره وقعدت بعد 6 اشهر تلغي زي ما بتلغي نادي في القاهره، انت لسه بتتكلم بالله، انت ما نسيتهاش مصر، انت مش ناسيها بلدها. يعني فالفكره ان هو برضه في ناس كانوا اكيد بيدفعوه دفعا لكراهيتها. فازاي قعد معاه وهي مسكينه؟ الجوانب دي خلتني انا اركز عليها. يعني ركزت في الكتاب مش على سيره ذاتيه لي او هو كان قال ايه ولا كتب ايه ولا افكاره كانت حتى افكاره لما تعرضنا من قريب ومن بعيد. انا تناولت مناطق الضوم في حياه طه حسين. لما اجي قصته اللي بيتعلم اللغه الفرنسيه، وأنا درست لغة فرنسية وكرهتني في القسم الأدبي كله. وقرأت عباس محمود العقاد وكرهتني في القسم في الأدب كله. فإزاي ده أزهري؟ أزهري يعني إيه؟ يعني لغة الجيم والقاف والحاء والبتاع. ويتعلم لغة رقيقة رومانسية في منتهى الرقة والدقة، ويصر إنه يتعلمها كان زي اهلها، مش تعليم زي تعلمنا احنا. احنا تعلمنا عشان ننجح، هو
هو لا، هو اتعلم عشان يعيش في فرنسا. قصة حصوله على السبور، على جائزة الدكتوراه السبور، الكفاح بتاعه لا، وما جذبتوش الحضارة الفرنسية الإباحية المتقدمة. ياما دكاترة كتير راحت ما قدرتش تاخد الدكتوراه. توفيق الحكيم راح فرنسا عشان ناخد دكتوراه في القانون ولا موفق. التاني على المسرح صحيح، هو حاول يعمل مسرحيات ويعمل حاجات، لكن برضه مش هينسوله ان هو فشل في الحصول على طريق البحث. طريق البحث بالظبط. كتير ناس قد لا يذكرهم التاريخ وقد لا يذكرهم احد، راحوا في البلد دي وصاروا فشل. في كتاب كان كاتبه واحد اسمه اشتدياق، الساق على الساق، فارس فيما هو، كتب برضه عن حياه في فرنسا، كتب عنها فاعل تختار. لما جيت الفاعل تختار حبيت اقارب مرتاح حسين، ده مش نزل. فاعل تختار راح امام للناس المقسمين اللي هناك وخد دكتوراه صحيح، درس معلش خد دكتوراه ولا ما خدش، يعني برضه دي مش متاكد منه. لا هو درس وتعلم من فرنسيه ونقل لنا النظم السياسيه الفرنسيه، ولما يجي ينقل لنا العادات والتقاليد بتاعتهم اللي قالها قليلة هو منتقدها. صحيح. يعني هو بيقول ده فجر، ده كفر، ده كفر بالله، دي ناس، دي ناس كفار. يعني لم يتورع على أن يوصف الفرنسيين بالكفار. ده مين ده؟ هو الرافعي. اللي احنا معتبره من رواد التنوير في مصر. لكن مع هذا طه حسين لم يخرج منه كلمة نابية ضد فرنسا ولا ضد التقاليد الفرنسية ولا ضد الإباحية حتى في فرنسا. حتى مقالاته كان بيكتبها في مجلة الرسالة رجعت ليها برضه. نعم. ما لقيتش فيه أي إشارة ولو حتى على سبيل إن هو شاب مثلا له عاطفة للناحية دي نهائي. فده برضه دي مناطق عبقرية في طه حسين. إنه يبقى وزير دي اللي هي برضه ما تبقاش متصورة. إنه يتحاكم في كتاب والكتاب بلغوا نقيل على التنوير وكيل النيابه اللي حدث معاه، الا ان انا كدارس القانون لما قريت المذكره بتاع محمد نور قريت ان دي مذكره اسمها مذكره ادانه. يمكن لو في حد عندنا في القانون هنا يعرف ان وكيل النيابه لما يعمل مذكره ويطرحها على المحكمه بيبقى اتجاه الادانه باين من العناصر اللي جابها في المذكره، اتجاه البراءه بيجيب العناصر اللي بتدل على براءته. حتى القاضي بعد كده لما بيسمع الخصوم وبياخد قرار بياخد القرار في الجلسه وبيروح بعد كده في البيت يكتب حيثيات الادانه او حيثيات البراءه حسب ما تراءى له هو. يعني بيطرح الادله اللي ضده وبيركز على الادله اللي هي معاه. مذكره طه حسين مذكره محمد نور ما هياش كانت في صالح طه حسين. اللي جه في صالح طه حسين ان الوزاره اللي كان بينتمي ليها اللي تحكم كانت وزاره التلفزيون، وهو كان تابع حزب الدستوريين الاحرار الدستوريين. كان حزب الوفد اعتقد ان هو كان سعد زغلول كان رئيس وزراء وقتها. فلما قالوا انه يحولوا للنيابه اعضاء الحزب في الوزاره هددوا بالاستقاله. فلو استقالوا زي حكايه نتنياهو دلوقتي الائتلاف الوزاري بتاع الوزراء، لو استقالوا يبقى هو هيمشي، مفيش، يبقى الائتلاف انفرض عقده. فهم خافوا على السلطه ساعتها ولجأوا لحل الوسط. ايه الحل الوسط؟ اتفقوا مع الاحرار الدستوريين ان احنا مش هنقدم بلاغ للنيابه. طيب مين اللي قدم البلاغ؟ شيخ الازهر. وجابوا الراجل يعني صدروه مش وخلوه هو اللي كتب المذكره وكتب فيها كل الكلام السيء اللي قاله عن طه حسين، وحرضوا المشايخ يعملوا مظاهرات ويروحوا قدام الوزاره ويتعاطفوا مع مش عارف مين البرلمان ويعملوا التشويش اللي عملوه عن طه حسين. فالحكومه ولقت نفسها محتاره، يعني هل يحافظوا على الائتلاف الوزاري بتاعهم
او يحققوه، فرأوا ان يتحاكم بس يطلع براءة. ساعة ما قال يطلع براءة ما كانش، كان التحقيق خلص قدام. اخر سطر هو اللي حدد المصير ونرى حفظ التحقيق. لكن التحقيق كله لو قرناه بالانصاف هنلاقيه يتجه للإدانة، ما يتجهش للبراءة. وبالتالي دخل محمد نور التاريخ هو اللي يستحق. يعني عشان هم مسكين، يعني هو قرار الحفظ اللي تم اتخاذه من فوق يعني من الحكومة هو اللي انصف محمد نور. الشيء الثاني المهم ان هو لما كان وزير ما كانش في بالهم انه يجيبوا وزير، خصوصا لو ما كانش نفس الحزب الحاكم، فكان عرضوه عليه كده فجأة. وازاي لما راحوا له قالوا احنا نعمل لك وزير، فكروا كويس انا حصل بيني كذا وكذا، وكان مستعرض المواقف اللي حصلت مع الملك فؤاد، ولما طردوه من وظيفته كان عبيد، كان عبيد الكلية الآداب، فصلوه من الكلية وشنوا عليه اللي كافر والبلاني والبتاع. فازاي يجيبوه وزير؟ يجي ابن الملك فاروق يعمل وزير؟ فكانت برضه دي نقطة مضيئة في تاريخ الثقافة المصرية والتفكير المصري القديم. يعني ما هوش كان بالسوء اللي احنا متصورينه، وما كانش أيام ظلام زي ما وصل لينا في التاريخ عن الأيام اللي قبل ثورة 23. لا، ده طه حسين لو ظهر عندنا طه حسين الوقت استحالة يعمل وزير، ما اعتقدش يعني. فالفكرة ان احنا هنا قال عاد الزمن، طلع عندنا طه حسين هيكون بنفس الكيفية وبنفس التقدير اللي تقدر بيه في الدولة. الشيء الثاني المهم اللي برضه عايز اشير اليه قبل ما اختم، ان كتاب سوزان معك كان جدير بانه تكرمها الدولة على الأقل، مش علشان الكتاب، علشان ان هي ساهمت في تعزيز الفكر الليبرالي لطه حسين. لا ننكر ولا احد ينكر دور سوزان سوزان طه حسين. تعبت والله انك تكتب الوصفه، في ناس كتير استفادوا منها. صراحه دور سوزان طه حسين بعيدا عن صورتها، يعني هو مشروع ناس كتير اجيال، يعني لما تمشي في التاريخ انزل شوف الصور على كده. طلبنا انه يحلوه من جديد بس يظهر ما فيش نيه. سوزان طه حسين كان المفروض تتكرم، وكتابها ده يدرس ويعاد طبعه تعزيز الفكر اللغوي. لكن للاسف حتى في مكتبه الاسر اللي رفض يطبعوه اعتقد اتعرض هو موضوع في دار المعارف. طبعا واحده ايوه، بس الاسره طلع بعد كده. لكن كان المفروض يشوف في مكتبه الاسره، كان نشوفه حتى في الطبعات بتاعه هيئه اصول الثقافه اللي ما لهاش كتب 17 2000. ده برضه من ضمن الحاجات النرجسيه اللي احنا بنتعامل معاها مع طه حسين ومع سوزان طه حسين. السلام عليكم ورحمه الله.